مساء الخير مشاهدينا الكرام، وحلقة جديدة من برنامج كش ملك. النهاردة في حلقة كش ملك هنتكلم عن الثروة السمكية، أحد مقومات الأمن القومي في مصر. هنتكلم عن مشكلة خاصة بشنطة الإسعاف الخاصة بإدارة مرور الدهلية تحديدا. في البداية، بعض المواطنين في محافظة الدهلية عملوا حملة معترضين على الرسوم المكررة لعملية شراء الشنطة في كل فحص، المثلث، القرطاس. بعض الرسوم اعترض عليها المواطنين وطالبوا بأن توضيح أو تفسير من سيد مدير إدارة مرور الدهلية. أولا هم اعترضوا على بعض الرسوم وقالوا أن الرسوم ديت مش معتمدة من وزارة الداخلية، وأنها رسوم خارجة بإيصال يحمل اسم شركة روماتاكا للخدمات المرور. استأذن الشباب يجيبوا لي الصورة بتاعت الإيصال على الشاشة كده عشان نبدأ بيها. قال لك إن الإيصال اللي موجود ده أي حد من المواطنين بيروح يعمل عملية فحص لسيارته، الإيصال ده بيسدد الرسوم اللي موجودة مع البيانات اللي موجودة. حضراتكم هتلاقوا في الأول فحص كمبيوتر لصلاحية الموتور والمركبة وحقيبة إسعاف ومثلث عاكس. الحاجات ديت من ضمن الحاجات اللي هم المواطنين في محافظة الدهلية اعترضوا عليها وطلبوا تفسير من إدارة مرور الدهلية بخصوصها. لكن احنا قلنا خلينا نتكلم عن فحص الموتور الأول. الشركة اللي موجودة داخل إدارة مرور الدهلية اتنين شباب لابسين فوسفوري بيقوموا بعملية تحصيل رسوم من المواطن اللي راح يفحص، بياخدوا منه رسوم مقابل فحص الموتور أو فحص الكاوتش. احنا بنسأل، والسؤال بتاعنا موجه للسيد مدير إدارة مرور الدهلية، هل الشباب دول متخصصين مهندسين ميكانيكا متخصصين في صناعة السيارات، ولا هم تبع أي شركة موجودة مجرد إنها بتحصل رسوم وبس؟ حضرتك المواطن بيدفع رسم فحص موتور، فبالتالي لازم يتفحص له الموتور بتاعه أو فحص كاوتش. طب ده متحتاج مهندسين متخصصين في ميكانيكا السيارات عشان يقوموا بعملية الفحص. طب دول مش متخصصين، ودول مش ليست لهم علاقه بهندسه الميكانيكا الخاصه بالسيارات، يبقى هي مجرد رسوم بتتدفع. لكن انا عايز اسال على حاجه مهمه جدا. وزاره الداخليه كانت زمان في الادارات العامه للمرور كان في حاجه اسمها ماكينه لتفتيش العادم. الماكينه دي كانت خاصه باداره المرور، بالاداره العامه للمرور، وكانت موجوده في كل وحده مرور موجوده في المحافظات، وبيقوم بيها احد الموظفين في وحدات المرور بيقوم بالتفتيش على العادم، وبتبقى تبع الوزاره. يعني احنا بدل ما نجيب شركه نتعاقد معاها او ندخل موظفين غير متخصصين في هندسه الميكانيكا الخاصه بالسيارات، ما لهمش علاقه بموتور العربيه ولا بالكاوتش بتاعها، ومجرد ان هو بيحصل رسوم بماكينه ويدي ايصال، طب ما احنا نجيب الماكينه اللي خاصه وتبع وزاره الداخليه اللي كانت موجوده في الاول، اللي هي بتعمل تفتيش على العادم بتاع السياره والرسوم اللي حصلها لاداره المرور، وبالتالي هتبقى رسوم مخفضه. انا بدفع بدل ما ادفع 210 ولا 225 عشان اعمل فحص العادم او اعمل فحص كاوتش وما فيش فحص اصلا، هي مجرد ايصال بيطلع، طب ما انا يبقى عندي الجهاز الخاص بوزاره الداخليه واعمل فحص كامل واستخدم الجهاز وادخل الرسوم لاداره المرور وتبقى خاصه بصندوق وزاره الداخليه او خاصه بصندوق الضباط، لكن مقابل ان انا عندي الجهاز نفسه اللي موجود. طيب بلاش كده. قال لك الكاوتش، طب ما انا ما عنديش، انا ما عنديش حد متخصص انه يعمل فحص كاوتش، والمواطنين قالوا احنا بندفع رسوم ومفيش بيحصل لعمليه فحص الكاوتش عندنا. طيب هل شنطه الاسعاف اللي المواطن بيقول لك انا بروح افحص النهارده لازم ينزل لي شنطه الاسعاف اخدها، ينزل لي المثلث، ينزل لي القرطاس، ينزل لي مجموعه حاجات لازم اخدها، لو فحصت بعد شهر وهي لسه موجودة عندي مكيسة بكياسها في البيت واروح ادفع رسوم تاني واخدها تاني، لو فحصت بعدها بست شهور باخدها، لدرجة ان بعض المواطنين بعتوا لنا صور لمجموعة من الشنطة الخاصة بالاسعاف والمثلث والقرطاس موجودة عندهم باكوام داخل بيوتهم. طيب بتخلينا نرجع نقول ان جهاز مركز المحاسبات قال ان ما هي مش عملية فرض، قال لإدارة المرور انها مش عملية فرض. المواطن اسأله معاه شنطة الاسعاف؟ اه معاه. طبعا هي موجوده معاك، المثلث موجود معاك، القرطاس موجود، مش مجبر ان انا اجبره
ان هو ياخدها تاني ويدفع رسوم تاني ويدفع ويجي لو جالي بعد 6 شهور يدفع تاني وياخدها ويجي بعد، هي المصلحة مين كل اللي بيحصل ده؟ لكن طب خلينا بعيد عن كل ده، ما تخلينا نتكلم ونشوف الـ الـ الكتاب الدوري، الكتاب الدوري اللي خارج من الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، استاذ الشباب يجيبوه على الشاشة كده ونشوف الكتاب الدوري ده مكتوب فيه ايه. هو جايب الخلاصة في حوالي 4 سطور 5 سطور، خلينا نجيبه كده على الشاشة بعد اذنكم. الكتاب الدوري اللي هو خارج من الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية بيقول ايه؟ شفت السطور اللي احنا معلقين عليها، اللي احنا معلمين عليها بالاحمر، حضراتكم اقروها معايا كده. هو بيقول لك انك مش انك انت ما تلزمش المواطن انه يشتري من شركه معينه، ما تحددهالوش. ده باختصار اللي مكتوب، انك ما تحددش للمواطن الشركه اللي يشتري منها، بل سيب المواطن بحريته يشتري من اي شركه هو عايز يشتريها. لكن الايصال اللي موجود عندنا اللي احنا عرضناه في الاول اللي هو رومتاكا لخدمات المرور بيؤكد ان في عمليه توجيه للمواطنين لشركه معينه هم بيشتروا منها. طب ليه؟ إذا كانت الإدارة العامة للمرور نفسها بتقول في الكتاب الدوري بتاعها الكلام ده. طب إحنا لو جينا لشنطة الإسعاف، شنطة الإسعاف بتتباع ب 150 جنيه، إدارة المرور بتسلمها للمواطن ب 150 جنيه. طب مكتوب عليها إنها خاضعة أو طبقا للمواصفات وزارة الصحة. أنا هستأذنكم نجيب فيديو كده فتحنا الشنطة ونجيبها مع بعض الأول، ولا نجيب الأول نشوف الأول مواصفات الشنطة دي الأول نجيبها؟ ممكن نجيب مواصفات الشنطة على الشاشة بعد إذنكم ونشوف الشنطة دي مواصفاتها متحددة ازاي من الوزارة. دي الشركات اللي معتمدة رسميا او اللي قدمت مناقصات واعتمدتها الوزارة ان يتم شراء منها الحاجات اللي المرور بيحتاجها، اذا كانت الشنطة او المثلث او القرطاس او اي اغراض. دي شركات وللمواطن حرية ان هو يشتري منها. هنيجي بعد الشركات دي نجيب مواصفات الشنطة الاول بتاعت الاسعاف نشوفها بعد اذنكم. نجيبها على الشاشه كده نشوفها مع بعض المواصفات اللي هي معتمده ديت. دي الشنطه اللي موجوده هي بتاعه الاسعاف، احنا صورناها من اول بدايه الفتح بتاعتها اهيت، بنفتحها مع بعض. دي الشنطه اللي بتتباع مع المثلث ب 150 جنيه ومكتوب عليها انها طبقا لمواصفات وزاره الصحه او المواصفات المسجله بوزاره الصحه. بنفتح كده مع بعض خلينا نشوفها ايه هي اللي موجود فيها. ده رباط شاش. ده رباط شاش المفروض طبقا للمواصفات اللي موجوده ان هو يبقى عرضه 3 سنتي، عرضه 10 سنتي بطول 3 متر. وديت دي الشاشات ديت عدد 2 رباط شاش، المفروض ان هو عدد غيار شاش مبطن بالقطن 10 سنتي في 20 سنتي. وانتاج لشركه محدده، هي مكتوب المواصفات بتاعتها. ده رباط الضغط، عدد 1 رباط ضغط 10 سنتي في طول 3 متر. وده عدد 3 زوج جوينتي انتاج شركه شيران اللي هي انتاج الصين. طيب والمقص ده مقص المفروض ان هو حد الاستخدام. دي المفروض ان هي المواصفات الرسميه اللي معتمده في وزاره الصحه اللي هي خاصه بالشنطه. طب احنا شفنا الشنطه دي، ممكن بقى نجيب الموافقه بتاعت وزاره الصحه على الشاشه كده ونشوفها، دي الشنطه المعتمده. هنا بيقول لك ان المفروض ان عدد زوج جوينتي انتاج شركه انتاج الصين، عدد 1 رباط ضاغط المفروض ان هو طوله 3 متر عرضه 10 سنتي، عدد 2 رباط شاش 10 سنتي في 3 متر، عدد 1 غيار شاش مبطن
بالقطن دريسنج 10 سم في 20 سم، وعدد 2 غيار شاش مبطن بالقطن دريسنج 10 سم في 10 سم، وعدد 1 مقص حد الاستخدام، عدد 1 شريط لاصق بلاستر 2 في 3 متر. ديت المواصفات اللي معتمدة رسميا من وزارة الصحة الخاصة بالشنطة الصحة اللي احنا شفناها، شنطة الإسعاف اللي احنا شفناها. معانا اتصال. أستاذ خليل مساء الخير يا فندم. طيب حاول اتصال مرة تانية. دي شنطة الإسعافات اللي هي بتتباع، اللي احنا شفناها في الفيديو، اللي هي بتتباع في مرور الدقهلية، بيسلمها للمواطن اللي راح بيفحص. أعتقد إن احنا طبقا للمواصفات اللي هي خاصة بوزارة الصحة، هي لا تطابق المواصفات الخاصة بوزارة الصحة. دي حاجة. الحاجة التانية إن تمنها هما بيبيعوها ب 150 جنيه. مع إن في أحد يعني أحد المؤردين حصل بيننا وبينه اتصال والحملة كانت شغالة، وقال إن الشنطة بتطلع من المصنع ب 40 45 جنيه. هي بتطلع من المصنع، عبال ممكن عبال ما توصل للمواطن في المرور توصل له ب 80 85 ب 75 80 85، لكن ما تتباعش ب 150 جنيه وما خدهاش كل ما راح افحص. هي مش اجباري بان المواطن راح يفحص النهارده وياخدها، ويروح يفحص بعدها ب6 شهور وياخدها. ما هي اصلا كده كده خلاص هي موجوده عندي. انت اطلبني انا رايح افحص شوفها موجوده سليمه خلاص، يعني انا مش لازم اشتريها تاني. الى جانب ان في تعليمات من وزاره الداخليه وخاصه بالمواضيع دي، بيقول لك يمنع نهائيا، يمنع منعا نهائيا تعاقد اي صندوق من صناديق ضباط الشرطه في حقيبه الاسعافات والمثلث العاكس على سبيل الاحتكار رفعا لحرج الوزاره. يعني الوزاره نفسها بتدي تعليمات، يا جماعه يا ادارات المرور في محافظه الدقهليه، محافظه الشرقيه، في كافه محافظات مصر، بعد اذنكم ممنوع التعامل مع اي شركه خاصه بتوريد حقيبه الاسعافات او المثلث العاكس على اساس ما تحرجوناش كوزاره. وسيبوا الامر متروك للمواطن، هيشتري من الشركه دي او يشتري من الشركه دي او يشتري من الشركه دي، هو حر. دي اتصال معانا استاذ ايمن. ايوه يا فندم معاك، اتفضل. والله عندي مشكله كده يا استاذ، بعد اذنك. اتفضل استاذ ايمن. خاصه بالخاصه بالموضوع اللي احنا بنتكلم فيها يا فندم. قياده. اتفضل يا فندم معاك. انا كنت معلم كده في اداره المرور، وحصلت الثوره وكده، وجيت عايز اثبت، قالوا لي ما فيش تثبيت ومش عارف ايه الكلام دون. المهم سبت المرور وعايز جواب للاحوال المدنيه، عشان طالبه مني، عشان انا مع البطاقه معلم قياده، عايز اغيرها بسائق درجه اولى، معايا رخصه درجه اولى ومعايا رخصه من اداره المرور معلم قياده. قلت لهم خدوا الرخصه، يقولوا لي تعال بكره، كل يوم تعال بكره، تعال بكره، المدير عند المحافظ، المدير مش عارف فين، وبقى لي كام سنه على كده ودايخ. انت يا فندم اخر مره رحت المرور امتى بخصوص الموضوع ده؟ انا اخر مره بقى لي شهرين. رحت قابلت مين وحضرتك دل... وح... اللي على الباب اللي عند المدير، يقول لي ده طلع المحافظه، ده طلع مش عارف المدير الامن، وطلعت على اخر النهار، ودلوقتي انا عندي الغضروف وما اقدرش امشي، وعندي اسره وعيال وعايز اربيهم، يعني مش عارف اعمل ايه. طب يا فندم اعتقد ان السيد مدير اداره مرور الدقهليه بيسمعنا دلوقتي، واحنا هنتواصل معاه بعد الحلقه ان شاء الله بخصوص الموضوع بتاعك. حاضر استاذ زين. هنطلع فاصل، وبعد الفاصل هنستقبل ضيوفنا وهنتكلم عن الثروة السمكية في مصر، أحد مصادر أو أحد مقومات الأمن القومي، تعرض لعملية تلوث في محافظة الدقهلية تحديدا في منطقة جمصة، الصيادين بيشتكوا. نطلع فاصل ونشوف التقرير، وبعد التقرير نستقبل ضيوفنا ونكمل حلقتنا مع بعض. يا فندم من اول ما اشتغلنا مع الثروه السمكيه، بقى لنا حوالي 20 سنه شغالين معاه، كانت الثروه السمكيه بتاخد مننا حوالي كل يوم كل سنه حوالي 5 مليون سمك.
الخمسة مليون سمكة دول كانوا بيقعدوا على البلد بإنتاج سمك فائض، وكانوا عايزين ياخدوا مننا سمك على طول. في الفترة الأخيرة من بداية ما المنطقة الصناعية بدأت المصانع بتاعتها تزيد وبدأت تصفي في بحر المالح، طبعا نزل في الصرف الزراعي، والصرف الزراعي بينزل في البحر المالح، الثروة السمكية نفسها بتيجي تاخد السمك بيموت عندها. والثروة السمكية المفروض هي بتطلع لنا تصاريح صيد من حرس الحدود علشان مقابل ان احنا نديلها الحصة اللي هي عايزاها للسمك. هي الوقت عايزة مننا سمك وبياخد السمك من تحطه عندها يموت. ما هو السمك ملوث من المبيدات بتاع المنطقة الصناعية اللي نازلة في الصرف الزراعي ونازل في بحر المال. فنشدنا الثروة السمكية كذا مرة لأن دي مشكلة الثروة السمكية ومشكلتنا، واحنا مسؤولين من الثروة السمكية. المفروض الثروة السمكية دي بتاخد مننا سمك، والسمك ده عائد على البلد، يعني ده اقتصاد بلد. وسيادة الرئيس اتكلم كذا مرة على الزريعة لازم نحافظ عليه، مع ان سيادة الرئيس عاوز يرفع في من شأن البلد ومحدش عايز يرفع من شأن البلد. يعني الثروة السمكية ديت هي شأن البلد. المفروض انت راجل بتطلع لي تصاريح وبتطلب مني سمك، طب انا اجيب لك سمك منين والسمك ما فيش سمك بيجي عشان المايه ملوثه؟ طب ما تقف معايا وتعالج المايه الملوثه، شفت ايه سبب التلوث بتاعه وتعالجه لي عشان اجيب لك السمك الحلو اللي انت تاخده ما يموتش. انت بتيجي تاخد السمك بتقول لي مات، طب انا اعمل ايه؟ هو كده كده هو جاي متلوث لمده 72 ساعه، التلوث بتاعه بيظهر يبان زي الواحد العيان، وبياخد العلاج والعلاج ما بيجيبش نتيجه، كده كده هيموت. فاحنا عايزين الثروه السمكيه زي ما احنا بنشتغل وبنجيب لها سمك تحل لنا مشكلتنا. يا باشا انا كنت راجل بتاع سمك، بطلت السمك بسبب المصانع دي، سبت السمك ورحت خدت في المصيف شغل في مصيف جمصه، واخد شغل بحوالي 3 مليون ونص منطقتين شماسي، ابن محجوز عليه الوقت وكذا واحد في جمصه محجوز عليهم حجز اداري بسبب ان المصيف مضروب من التلوث بتاع المايه دي. الناس ما قدرتش تسد. يا باشا الناس بتنزل البحر الوقت بتطلع ميتها جسمها ابيض وبهرشهم، يقولوا لنا نيجي يكلمونا احنا بنهرش لو مش عارف، نقول لهم ده انديه. هو مش انديه، هو تلوث من المبيدات بتاع المنطقه الصناعيه. والسادة المحافظ احنا نشدناه مره قبل كده، فهم برضه قفلوا 15 يوم لما المحافظ شكل عليهم لجان وكده، قفلوا 15 يوم ورجعوا فتحوا تاني. يعني احنا كده الوقت مضرورين من المنصوره الجديده اللي لسه سياده الرئيس عامل مدن جديده للناس وعامل شغل، واحنا بنضره من مكان تاني. طب ما نحافظ بقى على كيان البلد. المشكله عندنا بخصوص عمليه المصانع اللي في المدينه الصناعيه اللي في جمصه دي، بنزل الصرف في صرف ماضي فعدم علينا الثروه السمكيه، عدمها عدم، وطبعا عدمت برضو الشبار ونزلت في الملح عدمته برضو. فاصبح احنا الوقت بنستجار من عمليه الصرف الصحي بتاع المصانع. هو الصرف الصحي ده جاي منين؟ بتاع المصانع جاي من اي منطقه؟ جاي من المدينه الصناعيه. المدينه الصناعيه بتاع جمصه. بتاع جمصه. المدينه الصناعيه بتاع جمصه. واحنا بنناشد المسؤولين برضه. كل واحد مسؤول عن رعيته ويشوفوني. احنا ناس ملهاش. طب انت بتبقى عارف ازاي ان المصرف عندك او الميه عندك بقت ملوثه؟ اما الميه تكون كويسه السمك بيشد عليه. اما تكون المايه ملوثه طبعا بتمحيه وما يبقاش فيه اثر سمك، يعني الوانها بايظ، السمكه نفسها حساسه، بتحس اذا كانت دي حلوه ما كويسه بالنسبه لها صالحه بتخش المضره بينها بترجع تاني، واحنا حاسين بضررها. سبق قبل كده حصلت تجربه السنه دي برضه في الموضوع ده، لما نشلنا الموضوع ده قعدنا بتاع 10 15 يوم السمكة شدت وبانت وعرفنا وقلنا الماء بقى كويس. فجينا بعد كده قاموا بعد ما بقى كويس قاموا سايبين الصرف تاني عليهم، كانوا مخزنوه قاموا سايبينه، قام قضى على بان العنوان بتاع الشباب الاول مات وداخل علينا، وفي نفس الوقت كمان ده عدم الثروه السمكيه بداخل الميه. احنا لما بننزل الميه اساسا جتتنا الجسم بيبيض بيقشر، حاسس فيه مواد كيماويه يعني.
نعم تحس ان في مواد كيماويه تماما، يعني ده في اكلام في الجسم، ده بتتعب الجسم نفسه، بتعب الادم مش السمك وبس. استاذ ابراهيم انت من استاذ عوض، استاذ عوض انت من 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 التجار بتوع الاسماك اللي موجودين في المنطقه متضررين؟ طبعا متواجد في المكان. طب حضرتك هو ايه حجم، في خساره حصلت معاكم بسبب الميه ديت، ولا هي دي اول مره تحصل، ولا هي شغاله على طول عمليه تلوث؟ يعني زي ما حد حمد اتكلم ان احنا فعلا في فتره من الفترات يعتبر برضه الموضوع تعرض قبل كده، فبعد كده بدات الميه تتحسن، فكان فعلا بدانا نشوف اثر تحسن الميه وكلام من ده، بيبدا السمك بيبان. وقعدنا على كده حوالي 15 يوم، وبدا تاني احسنا من الميه، لون الميه بدا يغير، بتاخد لون بني كده، وبدا فعلا نفوخ الاسماك، نلاقي الاسماك بتطلع لبره ميته. يعني طالما في سمك بيموت يبقى اكيد الميه اللي نازله ميه ملوثه. فبنبدا برضه نتحرك نشوف الاماكن اللي احنا عارفين اللي هي بيجي منها التلوث. فنبدا نتحرك مثلا ونروح نلاقي فعلا المصانع في المنطقه الصناعيه بدات تنزل تاني في الصرف الزراعي ميه ملوثه. واحنا بنتحرك بنشم الريحه برضو بتاعت الميه. ميه بتبقى ريحه مشابهه للسبرتو والتنار والبوهيه، بتبقى الريحه دي موجوده في قلب الميه. وممكن وانت واقف، مجرد ان انت تقف في المكان ده، لمجرد تقف نص ساعه او ساعه، ممكن تحس ان انت بقى عندك شبه انتفاخ. يعني ده معناه ان عمليه التلوث اثرت على الانتاج بتاع الثروه السمكيه عندكم؟ اثر بيحصل نفوخ الاسماك والسمك السمك الكبير يا باشا. انا اقول لسيادتك حاجه برضه، الاستاذ عوض ذكر حته السمك الكبير اللي هو النقط والحاجات التانيه ديت، اللي هي طبعا دي نصح شويه عن الزريعه فبترجع لورا. انت لو سيادتك جبت ايه بنصطاد، تيجي تبص تلقى ريحتها زبرت ما تتاكلش. السمكة اساسا جايه ملوثه، هي ماشيه سليمه اهي، بس في نفس الوقت مضروره. تيجي تبص تلاقيها ريحتها اساسا ريحتها زبرت، تحس كده اللي هي ريحتها زبرت. يعني حوار حاجه ظاهره مش حاجه سبق قبل كده. احنا كنا طب انتوا ما اشتكتوش قبل كده؟ احنا اتكلمنا، بس احنا اشتكينا بس ما حدش اتحرك معانا. احنا يعني انتوا اشتكيتوا فين ووجيتوا الشكاوى بتاعتكم فين؟ احنا وجينا برضه الشكاوى بتاعتنا. احنا المفروض الثروه السمكيه بصفتها اللي هي احنا بتطلعها، انتوا تابعين عنها، تابعين لها، انتوا مسؤولين عنها، هي مسؤوله عنكم. ايوه هي يعتبر قيادتنا. ايوه هي مسؤوله عنكم، هي المسؤوله عنا. فكلمناها برضه، يعني التحرك بتاعهم مش مظبوط، هم المفروض يتحركوا معانا بجدية. غير عدنا إليكم لنستقبل ضيوفي وضيوفكم، حاج محمد العراقي. مساء الخير يا فندم، ازيك؟ شرفنا بيك. حاج أحمد عبد المؤنس، أهلا وسهلا يا فندم، ازي حالك، أخبارك؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. احد تجار وصياد الاسماك في محافظه الدقهليه، تحديدا في منطقه جمصه، هم موجودين معانا النهارده، عندهم مشكله لعمليه التلوث. احنا النهارده بنناقش او بنفتح الملف بتاع الثروه السمكيه، باعتبار ان مصر الانتاج بتاعها يبلغ حوالي 1,640,000 طن من انتاج الثروه السمكيه، منهم حوالي 1,200,000 طن من انتاج الاستزراع اللي هي المزارع السمكيه، و400 الف طن في انتاج الترع والبحيرات ونهر النيل. الثروه السمكيه في محافظه الدقهليه او تحديدا في منطقه جمصه بتتعرض لعمليه تلوث، صح يا حاج محمد؟ صح. نبدا معاك. ومالي تحت امرك. انا احنا جايين النهارده برضو علشان نوضح للساده المسؤولين المشكله اللي احنا متواجدين عشان النهارده. والمشكله ماشي، مشكله مجموعه او مشكله افراد، المشكله مشكله بلد نشاطها قائم على الصيد بجميع انواعه. فبقالنا اكتر من 5 سنين في عندنا مشكله بالفعل،
المشكله اتروحت من يوم ما جت المنطقه الصناعيه عندنا واشتغلت بكامل مساحتها، فبدات جميع المصانع في شغلها تنزل مخلفاتها في صرف الزراعه. احنا كل سنه بتسوء عن سنه، ما حسناش بقى الا الثلاث سنين اللي عدوا بطريقه يعني بطريقه صعبه جدا. فبدانا نحس يعني انا عاوز اشرح الشرح التفصيلي علشان الساده المسؤولين يبقى عندهم خلفيه بالمشكله اللي احنا فيها. مساحه مفتوحه. اسمح لي انا الوقت المنطقه الصناعيه بجامعه صديات مساحتها على الدوله كده 3 كيلو امتداد بعمق كيلو. كل الصرف بتاع المنطقه دي كله بتنزل في صرف الزراعه. طيب هنشرح الوضع ايه السبب المباشر للمخلفات بتاع الصرف الزراعي. مخالفاتها بتدمر 3 قطاعات يا استاذ حسام، 3 قطاعات. اول قطاع منهم ان احنا عندنا في المساحه الزراعيه اللي موجوده هناك 55,000 فدان. ال 55,000 فدان دول منهم ارض منخفضه 25,000 فدان تقريبا. ال 25,000 فدان دول بيزرعوا سمك كبير تربيه. وميتهم من الصرف الزراعي. يعني احنا يعتبر الماء بتدور مرتين. بتنزل مرة تروي الارض الزراعيه والصرف الزراعي بينزل بناخدها نلويها صف على المزارع. على المزارع. اما نسبه التلوث بتاع المنطقه الصناعيه ديت نزلت 25,000 فدان كانوا طلعوا انتاج سمك كبير اتدمروا بقالهم 3 سنين. والكلام ده كل المنطقه عارفه بالكلام ده. طب هي ما هي نفس المايه الملوثه دي عدت على الارض الزراعيه؟ ما نجلت عدت. هي بتضرش الارض الزراعيه، بتضر جميع الاسماك اللي موجوده في المنطقه بس. طيب احنا عندنا دلوقتي دمار 25,000 فدان بيطلعوا لهم اكتر من 75,000 طن في السنه، دول اللي اتدمروا. طيب المرحله الثانيه من المشكله ايه؟ ان محطه الصرف عندنا بتشد الميه دي كلها بترميها في البحر الابيض المتوسط اللي هو تخصصنا احنا. جميع الاسماك اللي كانت بتيجي على الميه اللي نازله من المحطه ديت ده اتدمرت. وموجود معانا صور وموجود مع الناس المسؤولين، بعتنا لهم برضه في تقارير من الهيئه الثروه السمكيه موجوده معانا وطلعت حللت وشافت نسبه الامونيا اللي موجوده في الميه ثقيله جدا، ما فيش فيها اي كائن ومحدش اخذ بالتقارير موجود موجود سعادتك اهو. دي تقرير الثروه السمكيه نشدناها اكتر من مره عشان تنقذنا من اللي احنا فيه، ما حدش سال عنها. ثاني حاجه عندنا بلد نشاطها الوحيد في الموضوع ده الصياده. احنا عندنا اكتر من 200,000 انسان عايشين بجماع نشاط الصياده عايشين عليه، نشاطهم الوحيد الصياد. طب بقالهم 3 4 سنين متضمنين يا استاذ حسام. ما هم ال 20,000 دول هم 20,000 ده 200,000. طب ال 200,000 دول ورا ال 200,000 اسره ولا هم ال 200,000 دول تقريبا 200,000؟ يعني مثلا نقول مثلا هم في التقرير بتاع جماعه الصيادين 170,000 اسره. تقرير جماعه الصيادين الاسره بكامل افرادها 170,000 اسره قايمين عاشتهم كلها قايمه على الصياده. طيب اما انا دلوقتي بقالي اكتر من 3 4 سنين ما عادش في صيادة في جمصة. الناس دي لا فلاحين ولا هي موظفين. الناس دي عشتها كلها على ايه؟ على الصياده، على جميع انواعها، ان كان في البحر المالح او في مزارع سمكيه او تربيه سمك. ده المجالات اللي هي عايشه عليها. طب اما المجالات دي كلها يحصل فيها تدمير من التلوث بتاع المنطقه الصناعيه، نلجا لمين؟ نروح لمين؟ مين ينقذنا في المشكله بتاعتنا دي؟ احنا من هنا المشكله الثالثه اللي انا عاوز برضو اوضحها للساده المسؤولين. احنا قطاع الاسماك التربيه اتدمر من المنطقه، الزراعه اللي بنمررها للثروه السمكيه اتدمرت، وهم عندهم خلفيه وعارفين بالمشكله كويس جدا. السمك اللي بزرعه بيموت والناس اللي كلها في الجبل بنفس الوضع كده، مش انا لوحدي يعني. فاتجهت ان انا اشتغل في المصيف واعمل شماسي واعمل كافتريات على الشط وكده. فالمصيف الاخر اتضر من المنطقه الصناعيه بتاعت جمصه دي. يعني احنا جمصه الوقت كان بيجي لها في السنه حوالي اكتر من 5 مليون مصطف في جمصه. لو جيت تحسب الوقت السنه كلها ما جيلناش مليون واحد. لان البلد المصيف ما عادش مريح للناس تنزل الميه وتطلع جسمها سليم زي ما كانت بتنزل. يعني مصيف جمصه دي كان من اشهر الناس بتيجي جمصه. ما عادش الكلام ده، المياه بتاع جمصه بقت ملوثه على طول. يعني هي ما اثرتش بس على الاسماك، هي اثرت كمان على المصيف او كسياحه في جمصه. مأثره على كل حاجه، هي ضرت جمصه كلها. وضرت بعد جمصه ضرت الدوله كلها.
يعني احنا ناس الدولة المفروض الرئيس بيقول احنا عايزين الناس تنتج في الدولة وتشتغل. احنا كبتوع جمصة كل يوم الناس بتصلي الفجر وتطلع من بيوتها ما ترجعش الا بعد صلاة المغرب، لان احنا ناس بتوع شغل بتوع عمل، ما احناش بتوع قاعدة على القهاوي، احنا بتوع شغل. انا بصلي الفجر وبطلع لشغل ما برجعش الا بعد اذان المغرب، عشان هي البلد محتاجه كده، محتاجه الناس تشتغل فيه، مش الناس هتقعد على النت وهتقعد على القهوه ويقول لك الحاجه غلت والمصاريف كتيره وهم قاعدين في البيوت. الناس عايزه تشتغل وتنتج وتجيب فلوس، بس احنا عايزين برضو الدوله تقف جنبنا وتسندنا وتشوف ايه الحاجات اللي بتعيقنا، تقف قصادي وتزيلها. مش انا ازرع مزرعه سمك اصرف لي عليها مليون جنيه عشان اجي اطلعها قبل ما اطلع بشهر، قال سمكه مات. طب انتوا لجأتوا للمنطقه الصناعيه في جمصة، للمسؤولين في المنطقه الصناعيه في جمصة؟ لجأنا يا فندم، هم دلوقتي استاذنكم ممكن المهندس احمد محجوب مدير المنطقه الصناعيه في جمصة تجيبوا لنا على التليفون لو سمحتوا. هم يا ريس الوقت عاملين حاجه زي بياره كده، اما بيجي اي مسؤول، طبعا المسؤول بيجي بالنهار يباشر ويمشي، هو عامل البياره دي مصوره في الصرف. المسؤول بيجي بالنهار يباشر، هو بالليل بيقوم فاتحها، ولا الجو مأزم عليه قوي بيفضل طول الاسبوع قافله، ويجي يوم الجمعه يقوم فاتحها في الصرف، يفضل دار الصرف طول الاسبوع. فانا بترجى الناس المسؤوله، هو بيقول لك انا بصرف، طب ما تشوف الصرف بتاعه رايح فين، هو كده كده بيحوش ومده معينه، اما الخزان بتاعه بيتملي بيفتحه في الصرف، يبقى ما عملش حاجه برضه. احنا عايزين نعرف هو بعد ما بيتملي بيوديه في ايه. يعني هم عندهم البيارات لما انتوا بتبداوا تشتكوا او بينزل تفتيش بيبداوا هم يخزنوا المايه، يخزنوها، ممكن يخزنوها في الخزانات. اه، مجرد ان الابور تهدى واللجنه تبطل تفتيش وترجع يبداوا يصرفوا تاني، يفتحها يوم الجمعه، يفتحها بالليل عشان ما حدش يشوف. مع ان احنا عندنا في جمصة محطه معالجه ما بتشتغلش 20% من الطاقه بتاعتها، ممكن نحولها على محطه المعالجه بتاع اللي الرئيس مبارك كان فاتحها دي، ما بتشتغلش. بس هم بيستسهلهم وبيفتح قصاد عشان ما يكلفش نفسه، يعني هو يعمل مصنع يعيش له مثلا فيه معانا واحد المهندس حواليه. معانا المهندس احمد محجوب مدير عام المنطقه الصناعيه بجمصة. مساء الخير يا فندم. اهلا، مساء الخير يا فندم. مهندس احمد، حضرتك سمعت احد كبار الصيادين الموجودين في منطقه جمصة بيشتكوا من عمليه الصرف بتاع مصانع المنطقة الصناعية وعملية التلوث اللي بيحصل في البحر وبيأثر على الثروة السمكية بتاعتهم؟ تحياتي ليك حسام بيه والاستاذ، تحياتي ليك احمد وكل سنة وانتم طيبين وشعب مصر كله طيب، ويا رب دايما ان احنا نلاقي دايما الأمثلة اللي مع حضرتك دي، يعني هي دي نماذج شعبنا اللي هي حريصة دايما على المصلحة العامة. ولكن أنا سمعت كذا حاجة مش رابطة مع بعضها. سمعت إن في خزانات المنطقة الصناعية عاملة عندها خزانات يا فندم، إن هي بفتحها وبقفلها وماشي كده بسرقة، ده كلام ملوش أساس من الصحة على الإطلاق. إحنا عندنا في المنطقة الصناعية، أوضح بس للسادة اللي موجودين مع حضرتك وللسادة الجمهور عموما، يعني أنا عندي المرحلة المنطقة الصناعية فيها أربع مراحل. في عندي في كل مرحلة محطة صرف ضخمة ومحطة رف. الو الو، ايوه معاك، اتفضل استاذ احمد. اتفضل باشمهندس احمد، معاك اتفضل. فانا بس عايز اوضح للسادة المشاهدين وضيوف حضرتك، هو انا ما شرفتش ان حد فيهم شرفني في الجهاز التنفيذي، انا ماسك الجهاز التنفيذي من اربع خمس شهور بس. وحضرتك ما حدش منهم جه اشتكى ان في صرف المنطقه الصناعيه بقى 20 سنه يا فندم. انشات بقرار رئيس مجلس الوزراء 206 سنه 98، النهارده احنا في 2019، يعني 21 سنه. يعني المفروض المشكله دي قايمه بقالها سنين، كانت زي ما هم بيقولوا كده تبقى الاحياء كلها ماتت مش الاسماك بس. الكلام كلام مش منطقي ومش مترابط مع بعضه. انا ما عنديش خزانات، يعني ايه عندي خزانات بفتحها
في المصرف واقفين. لا هو يقصد باشمهندس احمد، هم يقصدهم ان كل مصنع عنده بياره بيخزن فيها الميه. الكلام ده مش مظبوط يا فندم. طب هو طب باشمهندس احمد المصانع بتصرف فين الصرف بتاعها؟ انا عندي، انا مرفق المنطقه ورابطها كلها بمحطات صرف. طب بتصرف فين؟ انا عندي صرف صحي في المنطقه مربوط على محطه المعالجه بتاعت جمصه يا فندم. يعني هما ما بيصرفوش في الـ في الـ في, الـ في المصرف؟ لا الكلام ده، والـ 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 ولو في حاجه. باشمهندس احمد، باشمهندس احمد، انا كنت موجود هناك وشفت احد المصانع المواسير بتاعه الصرف بتاعها نازله في المصرف، ولسوء الحظ احنا صورناها بس هي مش موجوده معانا دلوقتي، كنا عرضناها. لا ما فيش، انا عندي صرف، كل مصنع مربوط بشبكه الصرف الصحي بتاع المنطقه يا فندم. يا فندم طب انا هستاذنك، اجل حضرتك واوري لك المواسير دي يا فندم. طب انا هستاذنك باشمهندس احمد ان يبقى لنا زياره عند حضرتك ومعانا الناس اللي موجوده معانا في الاستوديو. اتفضلوا يا فندم، وانا هفرجك على محطات الصرف اللي عندي وبترفع فين. طيب واحنا لو احنا جبنا فيديوهات موثقه لبعض المصانع اللي موجوده وبتصرف في البتاع. معالي الوزير المحافظ لم يتهاون في اصدار قرار غلق فورا للمصنع اللي عمل السرقه دي. طب لان انا عندي في معظم المصانع يا حسام بيه عندي فيها محطات معالجه داخليه. يعني اساسا في عندي يعني معظم المصانع اللي موجوده في المنطقه الصناعيه من اشتراطات ترخيصها ومن الاشتراطات البيئيه اللي موجوده لازم يكون فيها محطات معالجه في المصنع نفسه، مش في المحطه العموميه بتاعت جامعه اللي انا بصرف عليها. وبعدين انا اللي خلف المنطقه الصناعيه حاجه اسمها مصرف الجهاد. مصرف الجهاد ده اللي هو بتاع الصرف الزراعي، بيصرف على مصرف النور، ومصرف النور منه لمحطه الرافع بتاعت قلبشو اللي بتودي البحر. فكون كمان ان يقولوا مصيف جمصة ان المنطقة الصناعية اثرت عليه، ده لو هي مطلعة مطور كيماوي عمرها ما هتاثر في الكلام ده بفرض جدلا، وهذا كلام ليس اساس له من الصحة على الاطلاق. معالي الوزير المحافظ لم يتهاون لو في مصنع اتمسك بيصرف مباشرة على مصرف الجهاد هيتم غلقه فورا، ويتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية، واحنا لن نسمح بذلك، ولن نسمح ان احنا يبقى في عندنا مخالفة بيئية بهذا الشكل. طب ولا كده. طب باشمهندس احمد، ممكن حضرتك تسمع الحاج محمد بعد اذنك؟ معاك، اتفضل الحاج محمد. انا استاذنك يا استاذ احمد بعد اذن سعادتك، احنا مضرورين بقالنا اكتر من 7 سنين ضرر مباشر، ومعايا فيديوهات بالصرف الصناعي اللي موجود عند سعادتك كله، وممكن اجل سعادتك طب ممكن استاذن حضرتك تشرفني في الجهاز واجي سعادتك اوري لك الصرف اللي موجود عند سعادتك، وفي فيديوهات موجوده عند موجودين معانا الان، ولو انت عاوز سعادتك نوريها لك. ولكن احنا اولا صرف المنطقه الصناعيه اللي مع حضرتك في الجهاز التنفيذي، واحنا هيتم اتخاذ الاجراءات القانونيه فورا، ومش هنسكت، واحنا مع هننزل مع حضرتك على الميداني، يعني هننزل معاك مباشره نتحقق من هذا الكلام. النقطه بتاع سعادتك اللي هو الصرف الصناعي بروح على محطه المعالجه اللي في المصيف ده، مع احترامي ليك، غير صحيح، لان الصرف كله احنا تابعناه وجبنا المخالفات وفعلا مسجلينها موجوده معايا. النقطه ده الهيئه العامه للتنميه الصناعيه اللي عامله الاستشاري بتاع المنطقه الصناعيه. يا بيه احنا معانا تقرير من الثروه السمكيه، وراحت حلت الميه عند سعادتك ولقت المخالفات اللي موجوده اهي. وبعت موجوده سعادتك التاريخ بتاعها. انا بقالي 4 شهور، انا بقالي 5 شهور مدير المنطقه الصناعيه، ما جاليش اي تقارير. لا ده في 26/12/2016. 2016 عندي جمعيه صادون بجمصه ليه؟ واخد اي تقرير من هذه التقارير؟ ومعالي الوزير كمال جت شاروبيم لم يسمح بهذا. طيب باشمهندس حاج محمد، يا استاذ احمد احنا مش جايين هنا مثلا نقول كلام غير حقيقي، احنا معانا اسماك موجوده وبرده مسجله ومصوره، احنا جايين نشوف حل هنا، احنا جايين عاوزين دوله تقف جنبنا تشوف ايه المشكله بتاعتنا. تمام. يا استاذ احمد احنا مشكورا، شرفني، مكتبي مفتوح، شرفني في الجهاز التنفيذي يا فندم، وانا تحت امر معاليك. في عندنا حل المشكله، علشان بعد اذن سعادتك برده يبقى الناس المسؤولين عندهم خلفيه بالموضوع. في ورا سعادتك المنطقه الصناعيه في 50 فدان او 100 فدان تقريبا موجودين ورا المنطقه الصناعيه تابعين للمحافظه. ايه المانع ان انت تاخدوا 5 فدان يتعمل محطه معالجه فيها بدل ما فيه الخراب بيوت؟ احنا عندنا اسر يا استاذ احمد، عندنا اسر، واقسم بالله الشرادة
لان اللي معيلهم ما عادش قادر يقاوم، لان كل بقالهم 3 4 سنين في دمار شامل بالنسبه لنا. احنا مواطنين وعاوزين نصلح نفسنا ونصلح الدوله. طيب احنا عاوزين بس هيئه البيئه. طيب لحظه حاجه، اتفضل يا باشمهندس احمد، اتفضل اتفضل يا استاذ. ادينا فرصه رد، لان هي المصلحه يا فندم. لا يا فندم، احنا باشمهندس احمد، باشمهندس احمد انت من الشخصيات المحترمه، واحنا النهارده بنشاركك على اساس نوصل لحل. والله انا فرحان بوطنيه الناس اللي قدامك. انا ربنا يعزك، فاحنا عايزين نوصل لحل، بنسمعك، اتفضل. هو بس انا عايز اوضح لهم حاجه يا حسام بيه بعد اذن حضرتك. اتفضل. ان انا عندي معظم المصانع اللي فيها خطوره ما صرفتش ترخيص تشغيل النشاط الا بوجود محطه تحليه داخل المصنع. احنا يا استاذ احمد هنجي لحضرتك وهنقول لسيادتك برضو على المصانع اللي بتصرف الصرف بتاع دي، على المصانع، وانا هوري له محطه التحليه اللي موجوده فيها. واحنا يا استاذ احمد برضو بنتصرف بمعرفه سيادتك. انا عايز اطمنهم، ودي مصلحه بلدنا، يعني دي مشكله عامه ومصلحه بلدنا، ولازم كلنا نتكاتف فيها، دي ما فيش فيها كلام. خلاص يا استاذ احمد، ادينا معاد لحضرتك. باشمهندس احمد، باشمهندس احمد محجوب، الاستشاري الكيميائي، الاستشاري لمنطقه، لمدير منطقه صناعيه بجمصه. انا شاكر لحضرتك اتصالك ومداخلتك معانا، وبعد الحلقه ان شاء الله احنا هنرتب مع حضرتك وهنقوم بزياره، والناس هتجي لك ويوري لك الفيديوهات واللي هي بتدل على ان في بعض المصانع بتتم الصرف المخلفات بتاعتها في المصارف ومياه اللي بتاثر على هيئه الثروه السمكيه. حاج محمد، هيئه المنطقه الصناعيه او المنطقه الصناعيه في جمصه، يمكن احنا كده ربطنا معاها على اساس ان هي تشارك معاك في الحل، لكن اعتقد ان احنا محتاجين هيئه الثروه السمكيه انها تبقى موجود معانا. انا بستاذنكم دكتور خالد لو سمحتم بعد اذنكم. حاج محمد، انت تصورك لعمليه التلوث اللي داخل المنطقه الصناعيه، وتحديدا الاماكن او المصانع، انتوا عارفينها وعاملين لها حصر؟ طبعا. هي هو بعد اذن الحاج محمد، هي المرحله الاولى والمرحله الثانيه هي اشد خطوره، لان ده الصرف بتاعهم كله صرف سائل، هو ده اللي بيصفي. ايه المرحله الاولى والمرحله الثانيه؟ دي المراحل القديمه اللي هي المصانع القديمه، اللي هو تلقى مصنع ابويا. عندنا اولى والثانيه ورابع وثالثه ورابعه، دول ما يشتغلوش لسه. عندنا الاولى والثانيه والثالثه. الاولى ايه؟ الاولى ايه؟ المناطق في المنطقه الصناعيه، مصانع كلها مصانع بويات ومصانع ادويه ومصانع منظفات وحاجات من دي وكاكولا ومش عارف ايه، ده كله بقى ايه، هو اللي دي المرحله الاولى والثانيه، ده اللي كلها نازله في الصرف الزراعي. وديتي يعني احنا ميه الصرف الزراعي ديتي حلوه للمزارع السمكيه عن 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 الماء الحلو، لان فيها نسبه املاح وفيها نسبه بروتينات نازله من الارض بترجع نعيد استخدامها للمزارع، ودي مفيده جدا عن الماء الحلوه اللي بيروبها الارض الزراعيه. ده حقيقي. فاحنا بدل ما بننزلها على البحر من اول مرحله، ما احنا بنستخدمها مرحله ثانيه للمزارع، وبعدين المرحله الثالثه تنزل البحر. انت ضرتها في المرحله الثانيه اللي راح للمزارع، يبقى احنا ما استفدناش منها بحاجه. ولو نزلت برضه في المرحله الثانيه الاولى في البحر، ما هي نازله مضروره برضه، لان بتوع المزارع اما بيلاقوها اتلوثت ما حدش بيعمل مزارع وبوقفهم، وبتنزل بالتلوث بتاعها كله في البحر. حاج محمد، انتاج الثروه السمكيه في المنطقه هل انخفض بشكل كبير ولا اتخفض جدا؟ يعني حاجه وقفت اكتر البيوت عن العمل بتاعها؟ احنا كصيادين كنشاطنا اتأذينا من الوضع، لان هو الصياد بيطلع عشان ربنا يكرمه ب 100 جنيه ولا ب 150 جنيه ولا ب 200 جنيه، ما عادش تجيبهم. طب هيعول اسره ازاي يا استاذ سام؟ هل احنا جايين عشان نتصور ولا جينا احنا في عندنا مشكله؟ احنا في عندنا مشكله، انا جاي بقول للدوله اللي احنا تابعين لها في عندي مشكله، تعالوا شكلوا اللجان ان كانت البيئه او 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 وزاره الصناعه او وزاره الصناعه، تعالوا شوفوني احنا هل انا بقول اي من ايه؟ اعتبروا انا كذاب. طب ما تيجي تحللوا المي، مش دي جهه حكوميه محلله المي اللي بتاخد سمك ديت؟ طب انا معاش بديلها سمك، لان بتيجي انا نزل عندي ثلاث لجان من الهيئه عندي من شطه علشان يشوفوا الوضع، ما لقوش في صياد قاعد في المكان اللي انا بشتغل عليه. طب هيجيبوا سمك منين؟ ما عادش بدي سمك. طب لو افترضنا وجبنا سمك من البحر ومتلوث،
بيقعد يوم او التاني وبموت عنده. انا بتكلم كلام عمل يا استاذ حسام، احنا مش جايين هنا عشان ايوه انت دي مهنتك، دي مهنتك، مهنتك. احنا جايين عاوزين بنرجو من الدوله. احنا تواصلنا مع هيئه الثروه السمكيه، المفروض انه يتم عمل مداخله دلوقتي، هم بيتصلوا ومحدش بيرد. وتواصلنا مع السيد محافظ الدهليه الدكتور كمال شروبيم، وعد ان هو لو كان المؤتمر بتاع الشباب مستمر فهو كلف الدكتور احمد محجوب مسؤول المنطقه الصناعيه ان هو يدخل، والراجل دخل واتكلم معانا على اساس ان احنا نروح نزوره وقدم الدليل على ان في عندك مصانع بتعمل عمليه صرف. مع احترامي، لكن انا اللي انا مستعجب له، انا اسف يعني، اللي انا مستعجب له الموقف بتاع هيئه الثروه السمكيه. انا المفروض ان انا مسؤول، هيئه الثروه السمكيه مسؤول عن الصيادين كلهم. طبعا مش انتوا بتوردوا لها؟ طبعا طبعا. فبالتالي انخفاض الدخل بتاع الثروه السمكيه هم المفروض يرجعوا. ايه سبب الانخفاض او ايه المشاكل بتاعتهم؟ والمزارع يا فند، المزارع برضو اللي هي الناس ما عادوش بيعملوا مزارع قدام، المزارع دي تابعه للثروه السمكيه. انا عندي مزرعه مرخصه وبدفع لها ضرائب وبدفع لها اللي المفروض يدفع عليها للدوله، وما بزرعهاش لان ما عادش بتجيب حاجه. الصرف الزراعي اللي كنت بروي منه بقى ملوث، هزرع ازاي؟ انا ما برويش ميه حلوه لان الميه الحلوه بتضر السمك. السمك عايز ميه صرف، والميه الصرف ديت احنا بنستفاد منها. طب ما نخليها نضيفها عشان نستفاد منها بدل ما نلوثها. حاج محمد، انا عايزك يمكن في خلال دقيقه بالظبط حضرتك توجه لي رساله للدكتور خالد رئيس هيئه الثروه السمكيه. المفروض ان الموقف ان هو يبقى فيه تداخل معاهم النهارده انهم يدعموكم، فانا محتاج انك انت اللي توجه له الكلام منك ليه. انا والله انا بوجه للدكتور خالد، المفروض احنا هم يمثلونا في 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 الوضع القائم، المفروض هم جهه رسميه تابعه للدوله، المفروض هم يقوموا العبء اللي احنا قايمين عليه ده والشكاوى اللي احنا قاعدين نعملها ديت، هم المفروض هم يقوموا بيه. يعني المفروض انت، انا عندي ضرر سعادتك اهو وحللت وطلعت نتائج، المفروض على لو في انا بتمنى ان انا بقى احلى دوله وانضف دوله. ده تلوث بيئه يا استاذ حسام، خطر جدا. ما بالك ان دمرت اسر بلد كامله حياتها عايشه على الصياده. جواب الجمعيه الصيادين دي بتقول ايه؟ وبعته للثروه هناك. اشكرك، شكرا حاج محمد، شكرا حاج احمد، اشكركم والى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله من برنامج كشي ملك. اشكركم والى اللقاء.